السلام عليكم، أهلا بكم متابعي جنوتوكس. سنتعرف في هذه الحلقة على برنامج آخر من برامج جنو لينكس. وفي هذه الحلقة كما ذكرت سنتعرف على برنامج سيليستيا. هذا البرنامج هو برنامج فلكي والتعرف على الفضاء واستكشافه من خلال استكشاف المجرات والنجوم وأيضا الكواكب في درب التبانة. البرنامج هو حر مفتوح المصدر، يوفر العديد من الخصائص والمزايا. لتحميل البرنامج نأتي إلى خانة داونلود من خلال الموقع الرسمي هو celestia.space. نأتي إلى داونلود ثم نحمل النسخة الخاصة بنظامنا ويندوز ماك او اس وجنو لينكس. جنو لينكس متوفر على ديبيان اوبونتو وباقي التوسيعات. لتحميله على اوبن سوزا نضيف هذا المستودع ثم التحديث ثم التثبيت. لباقي التوزيعات متوفر عبر اب ايميج النسخه المحموله. لتحميله نقوم بنسخ هذا الرابط ثم نفتح الطرفيه نلصق الرابط ليبدا عمليه التنزيل. بعد انتهاء عملية التنزيل نعطيه هذه الصلاحيات للتشغيل. انا استخدم App Image Launcher والذي يثبت البرنامج في ملف خاص بي. سيثبت البرنامج في هذا المجلد وهو Applications والذي يحتوي على برامج App Image. ثم وضع البرنامج هنا داخل هذا المجلد كما تشاهدون. هذا هو البرنامج، وضع نقله إلى هناك وأصبح البرنامج ضمن قائمة البرامج على النظام. سأجده في خانة الإدوكيشن. هذا هو البرنامج بنقرة واحدة سيفتح. هذه واجهة البرنامج ويعطيك الشمس ثم ينتقل معك مباشرة إلى الأرض. سأفعل الكيبورد والماوس لتتابعوا طريقة عرضه وطريقة العمل عليه من خلال لوحة المفاتيح وعبر الفأرة. يمكن التكبير والتصغير عبر عجلة الفأرة كما تشير. للتنقل بين المجرات والكواكب مثلا هذه الشمس، نأتي إلى الشمس ثم بنقرة زر الفأرة الأيمن ثم Go To سيذهب بي إلى الشمس. ثم الكوكب الذي بعده Go To عطارد ثم الزهرة نعطيك الليل والنهار. ثم الأرض الأرض لتفعيل الأسماء على الأرض أو على أي كوكب نأتي إلى حرف L هنا في الشريط العلوي ثم نختار Locations. يمكنني الوصول إلى أسماء العواصم في الدول. في الوصول إلى القمر ضمن خانة الأرض نأتي إلى القمر ثم Go To. هذا هو القمر الليل والنهار. مارس وهكذا نستعرض باقي الكواكب. مثلا هذا الكوكب تتواجد حوله مجموعة من النجوم
يمكن استعراضها أو مجموعة من الأقمار، يعني أقمار وليست النجوم، أقمار التي تحيط به. هذا كوكب المريخ، وبهذا يمكن استعراض باقي الكواكب والمجرات من خلال هذه الخانات أو الخصائص في الأعلى. يمكن تفعيل مجموعة من الشبكات التوضيحية للحساب، كما يمكن تفعيل الربط بين النجوم المعروفة في الفضاء. يمكن عرض أسمائها أيضا من خلال الضغط على زر بي إظهارها وإخفائها. هذا البرنامج هو برنامج ممتاز جدا لهواة استكشاف الفضاء واستكشاف النجوم. من هنا يمكن استكشاف النجوم، مثلا هذا النجم، النجم الأول هو الشمس، والنجم الثاني بروكسيما، جوتو بروكسيما، سيذهب بنا إلى هذا النجم، ويمكن استعراضه بهذا الشكل. Deep sky of objects. لهذا يستعرض لك المجرات المختلفة. صراحة برنامج ممتاز لهواة الفلك واستكشاف الفلك بهذه الطريقة. يستطيع التجول في الفضاء بكل حر. أتمنى أن تكون الحلقة والبرنامج قد أعجبكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.